السلام عليكم احلى متتبعين، نتمنى تكونوا ان شاء الله في احسن الاحوال باذن الله، ونبداو ان شاء الله بالصلاه على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله اليوم خديتكم المحل اللي فيه اثمنه مناسبه ابتداء من 50 درهم ان شاء الله. تاخذوا اثواب اللي هي راقيه وممتازه والجوده وباثمنه جد جد مناسبه، وصاحب المحل حتى هو راه كيتعامل وما يكون غير الخاطر ديالكم في اي حاجه بغيتوا ان شاء الله. غنخلي رقم الهاتف ديالو اللي بغى يتواصل معاه طيله الفيديو ان شاء الله باذن الله. وهنا غنبداو ان شاء الله باول ثوب اللي هو البروكار، ياك قلنا الاثمنه ديالو هذا شي يدير 70 درهم. 70 درهم هنا كيف ما كتشوفوا الموديل اللي كاين والرشمه اللي فيه، هذا كيكون في السداري ياك. السداري ديال الميطه هذه مخده، هذه مخده ديالو هادو 70 درهم اخر ثمن 70 درهم، ما تنقصوا حتى شي حاجه. ماشي مشكل، اللي بغى شي حاجه نشوفها يعني راه كيتفاهموا في الثمن، يعني ما غيكون غير الخاطر ديالكم. هادو الالوان اللي كاينين فيه، هنا كاين هذا كرونه شويه، كاينين جميع الالوان، جميع الالوان كاينين. انا غنوريكم الالوان اللي كاينين كلهم. محسن كاين الثوب ديال طلامط اللي كيكونوا في السداري، وكاين ديال الخديات حتى هما كيكون دائما هذا ديال طلامط وهذا ديال الخديه اللي كيكون الفوق. هنا غندوزو للثوب الثاني، هذا بروكار بالزقلي، بروكار بالزقلي بالزقلي كما كتشوفوا. هادو هما الالوان اللي كاينين فيه. الله يسلمك. الاثمنه السلام عليكم. شي دير 2600 ابتداء من 2600. كاليتي هذا بروكار، اش قلنا عليه؟ بروكار بالصقلي. بالصقلي كنتمنى ان شاء الله هاد التصوير ينال الاعجاب ديالكم ويبينكم ويقربكم من الالوان اللي كاينه والموديلات والرشمات اللي كاينين. انا كنحاول نقربكم ان شاء الله باش تشوفوا. شفت هذاك الموديل ديال المخده، هذا ديال المخده بروكار قلي. والله خرج هذا الزوان اخر موديل. هنايا غادي ندوزو لهاد الثوب اللي هو رومي، شحال الثمن ديالو؟ هذا كيدير 50 درهم. 50 درهم حتى هو كاين ديال هنايا، هذا ديال السدادريك ديال طليمطات الميطه ديما تكون سامبل، والمخده كتكون فيها الزواق. هادو هما الالوان اللي كاين فيه. كاين هنايا الخزي كيف ما كتشوفوا، كاين الكرونه. المهم الالوان اللي بغيتو كاينين متوفرين. هذا قلنا ابتداء من 50 درهم ياك. وهاد الثوب هذا اللي بقى لنا شحال، هذا شوارهم هادي زواق يلاه خرج دابا شي يومين. شنو كيسميو هاد الزواقه؟ حتى هي روم، روميه ياك. شحال الثمن ديالها؟ رومي بريو. شحال الثمن ديالها؟ 50 درهم. 50 درهم زوينه، فيها الوان زوينين، فيها صفر، فيها صيفيه. يعني هنا راه غتجيو غتحيرو، لانه كاين ما يتشاف الوان اللي هي زوينه والاثمنه مناسبه وموديل نسيك موديل. وهاد الثواب حتى هما طليمطات يلا خرجوا، حتى هما يلا خرجوا المخده وديك الطليمطه ديالها. كاينين فيها روميين، حتى هما روميين كاينين فيها الوان ديال كاينين الالوان. اللي بغى شي حاجه كاينه، اللي بغى شي حاجه. الاثمنه هي 50 درهم ابتداء من 50 درهم، ولكن تشوف كاليتي كاين ثواب رخاص ولكن ناقصين. اذا هاد عندكم هنايا اثواب اللي هي كاليتي ماشي ابتداء من 50 درهم. كيف ما كتشوفوا هنايا الالوان كلها، نتمنى ان شاء الله نكون قربتكم من الالوان. وهاد التصوير يعطيهم الحق ديالهم، هي الالوان اللي هي زوينه تبارك الله وموديلات زوينين. هذا المطروز، وهاد الثوب هذا مطروز، هو المطروز. شحال الثمن ديالو؟ هذا شي دار 4600. 4600 هادو هما الالوان اللي كاينين فيه. هاد الكرو هاد الاحمر كاينين في جميع الالوان، جميع الالوان. اللي بغى شي حاجه غادي تسمى ملك. ملك
اشنو الثوب سميتو قلتي ليا؟ 64 خول مطروز. مطروز ثوب المطروز 64. الطوميطه كتكون في هذا الشكل والمخديه ديالها هكا كتكون بحال هكا. كاينه شي مخده هنا مصوبينه؟ بغيتي ديريها سامبل شاد ديريها سامبل شي موديل ديال شي مخده كاين؟ المهم هادو هما انواع المخيدات اللي كيخدموا كما كتشوفوا الموديل اللي بغيتو دوفاس ياك هنا 60 حتى ولسانات ياك هادو اش كتقولوا لهم لسانات وهنايا كاين هاد الثوب هذا حتى هو رومي رومي شحال الثمن ديالو هذا شي يدير 45 45 درهم يعني اجي اختي فرشي صالونك المسيرة ان شاء الله ما غيكون غير الخاطر ديالك وتوب كاين ستيك في توب والأثمنة جد مناسبة ان شاء الله بإذن الله. هنايا هذا الموديل حتى هو شحال داير؟ هذا 50 درهم حتى هو. هادو هما الألوان اللي كاينين فيه. هذا هو هذا هنا غنخليكم في الجولة باش تشوفوا جميع الألوان جميع الموديلات مرة واحدة وإن شاء الله زوروا المحل ما غيكون غير الخاطر ديالكم غنخلي رقم الهاتف ديال صاحب المحل إن شاء الله بإذن الله اللي بغى شي حاجة غيتواصل معاه وغيعطيه العبار وإن شاء الله غيكون غير الخاطر ديالكم كياخذوا هما العبار وكيخيطوا يعني اللي بغى شي حاجة غيلقاها هنايا في هذا المحل إن شاء الله والدراري تبارك الله راه كيتعاملوا نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم ما تنساونيش من لايك ومن تعليق محفز ان شاء الله باش نبقى دائما نجي معكم الجديد والى الملتقى باذن الله وشكرا لكم متتبعين ديالي داخل المغرب وخارج المغرب ما تنساونيش من لايك ومن تعليق محفز والى الملتقى باذن الله.